تحط المراقبين على الاسعار وبتضغط على التجار. الشعب هيك هيك مخنوق اصلا قسما بربي، يعني تكه وشفتي كيف بنفجر، يعني من تكه بنفجر. فلا اعتقد الرز السكر كل الزيوت كلها ارتفعت، يعني ما في رقابه لهذه الشغله، يعني هذه بتلاقيها كلها من التجار الكبار الشغلات هاي. فيا ريت بنتمنى من الحكومه انها تراقب لهذول على المحلات الكبيره بالنسبه للحوم والدجاج والمواد التموينيه. الخيار اليوم في السوق تقريبا 70 و 98 قرش كيلو، بندوره تقريبا الصندوق البلديه مش المعلقه تقريبا من ليرتين ليرتين ونص، والمعلقه تقريبا 3 3 وربع، يعني تقريبا كيلو البندوره اقل شيء نص دينار او اكثر. والله حرام، والله الفقير ما هو قادر يوكل ولا قادر يوكل ولا قادر يشرب. يا ربي هن يا ربي يديروا بالهم علينا يا الله. راح كل شيء ولع وشغل ما في، هينا قاعدين لا شغل ولا عم بضاعه مش قادرين نشتريها الحمد لله. شغل ما في، مصروف المواطن اكثر من دخله كمان. يعني زي الخسه هاي كنا نشتريها بربع ليرة صارت ب 40 قرش هسه. بعد رمضان بصير بنص ب 60 قرش، الله يعيننا ويعين المواطن. في شغال كثير على المواطن كثير. صراحة زيت سكر شاي كله غالي هذا. لا ما اعتقد قادرة تضبط الاسعار، لان الاسعار مرتفعة وعلى حسب البورصة عندنا في البلد. بتلقى الكيلو بدينارين وثلاث وبتلقى ثاني يوم بنص ليرة. فما ضبط، ما في ضبط للاسعار ابدا. راح يكون في نزول يعني بسبب انه ما في اقبال على الشراء. بس هذا السبب. لانه ترى بهاي عرض وطلب، عرض وطلب. في طلب راح اكيد راح يزيد السعر، بس اذا ما في طلب انا بتوقع 100% انه راح يكون في نزول. يعني بيشعلوها في رمضان. بس انا بقول لك المواطن المفروض ما يشتريش. يعني اذا بده يشتري مثلا 5 كيلو لحمه، هذا اذا قدر يشتري مثلا، احنا بنحكي على المواطن الوسط يعني. بس في ناس مش لاقي تاكل، في ناس بجوز 6 اشهر كل سنه لما تاكل اللحمه صارت عندنا. يعني اللي بصير مثلا الناس بقول لك الناس المفروض ما تشتري يعني الا حاجتها، اذا بتشتري حاجتها فاهم بنزل الاسعار. بس هي برضو الناس هي اللي بتغلي الاشي كمان. ما انا اللي بده مثلا اللي بيطبخ دجاجتين بياخذ 4، ليش تاخذهم الـ4؟ خذ دجاجتين. ان شاء الله الحكومه لازم تعمل خطه ممتازه للتموين عشان ما يحتكروا بالاصناف الرئيسيه. ان خطتهم مثلا تكون كالتالي: يخلي السوق معبى كامل، ما يحتكروا التجار، يفتحوا المستودعات زي ما عملوا السنه الماضيه، يفتحوا المستودعات طلعوا البضاعه، بصير عليه طلب ممتاز وبصير سعر ممتاز، بصير تنافس بالسوق. كل ما صار عند التاجر خلينا نحكي الرئيسي بضاعة بزيادة وصارت عليه طلب بزيادة عنده، صار في تنافس عند التاجر اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه. عشان هيك صار في السنة هاي غير عن السنة الماضية، فعلا السنة هاي الأسعار بلشت تيجي أقل، صارت ملموسة. بس ولكن في بعض الأصناف زي ما ذكرتها مثلا دجاج لحوم كلياتها، إذا أنتم مدققين البضاعة المحلية أسعارها جدا غالية. ان شاء الله نتمنى ان تضبط الاسعار، ولكن الاسعار غاليه من المواطنين. احنا شايفين كل سنه نفس الموال بيصير، نفس الحديث. والله هو اول 4 5 ايام بالاول رمضان وبعدين رايح الامور تنزل. بالنسبه للزراعه الله يعوض على المزارعين، لان انا مزارع برضه. المزارعين مش رايح يعني الاسعار هاي البطاطا طن التقاوي تبعت البطاطا الزريعه 1500 دينار حقه. هي عاملين عليها عروض ب 15 و20 قرش. يعني وضع مأساوي بالنسبة لقطاع الزراعة كامل. أسعار الخضرة غالي شوية والناس هيك ظروفها سيئة. فأودا جاي شهر رمضان يعني ممكن الأمور إن شاء الله تكون أحسن من هيك. بس والله ما إحنا شايفين إن شاء الله إنه أحسن، مش شايفين قدامنا شيء كويس. وعلى الله أنا أتوقع إنه يظل هيك الأمور سيئة مع الناس، مادياتها سيئة كثير. ومشتريات يعني ممكن ما تكون قوية مع الناس. هاي طلع علينا وطلع احوالنا يعني سيئه كلياتنا، كلنا كبياعين شرايين ما في بيع وشراء. والحكومه عادي بتقدر تضبط الاسعار عادي، ما زي ما ضبطوها قبل هيك في السوق بيقدروا يضبطوها السنه هاي، بتمشي الامور عادي. وان شاء الله الله يجيب الخير يا رب. احنا بنتمنى انه يكون كل شيء رخيص والمواطن ما يعتز ولا شيء، وبهمنا الناس تمشي حياتها ان شاء الله انه امور الناس كلها طيبه.